أسرارهم بقت على الفضائيات، بسمة وهبة وقعت إعلامي كبير وقالت له سرك كبير، وفي الآخر لقى نفسه على الهواء، وسعد الصغير سيرته بقت على كل لسان لدرجة إنه ساب الاستوديو وخرج، وواحدة أبوها اتبرى منها، والتاني كان متجوز في السر ومخبي، فنانين نسيوا نفسهم على الهواء وقالوا لما يتقالش، يا ترى هم مين؟ تبقى رايح برنامج تلفزيوني في أمان الله تتسأل كام سؤال وتعمل حلقة عادية، تلاقي نفسك في حتة بعيدة خالص عن اللي توقعتها، ويجي لك سؤال محرج يخليك تكره اليوم اللي وافقت فيه انك تظهر في برامج اصلا. وده فعلا اللي حصل مع فنانين كتير لما ظهروا في البرنامج، اتحرجوا بالاسئلة لدرجة انهم سابوا الاستوديو على الهوا ومشيوا. المطرب سعد الصغير يعتبر من اهم نجوم الغناء الشعبي، بس لما ظهرت المهرجانات حطت عليه خالص وبقى شغله قليل جدا، وده عادي التطور الطبيعي للاجيال. المهم ان سعد اتسأل من شيخ العرافين في برنامج العرفة مع بسمة وهبة عن الفيلا بتاعته وباعها ولا لا، ورغم انه اتحرج وقتها بس رد وقال لا ما بعتهاش. عدت القصة لكنه اتكلفت بسؤال تاني عن عياله اللي محدش يعرف عنهم اي حاجة، وهوب سعد راح خالع المايك وساب الاستوديو ومشي، وقال اقسم بالله لو الموضوع ده اتعرف انا ولا عاوز برنامج ولا عاوز غيره، انا كنت بحترم حضرتك بس خلاص بقى. وبعد كده اكتشفنا قصة جوازه على مراته، واتضح كمان ان موضوع عياله ده حقيقي، وفي فنانة مش معروفة للجمهور اسمها برلانتي عامر قالت انه كان متجوزها في السر، رغم ان الاعلامي تامر امين تقيل في حتته وابن اعلامي كبير برضه، والمفروض ان عنده خبره تخليه يعدي اللي ممكن يقع فيه، وعارف كمان قصص البرامج وحكايات الاعلاميين، لكنه بقى ما استحملش اللي اتعمل فيه برضه من بسمه وهبه في فقره سرك في بير، لما عرضت عليه سر وطلبت منه يقوله، لكن رد فعله كان صادم وقطع الورقه ورفض يتكلم، وقال لبسمه ده انت عاوزه تخشي جوه البيت، طب ما تيجي تعيشي معانا احسن. لا يا حاجه انت كده خدتي كفايتك وزياده. واتعرض كمان السيناريست والاعلامي محمد الغيطي لموقف محرج وكان على الهوا لما كان في برنامج حديث القاهره، وكان وقتها عشان يتكلم عن مسلسل الضاحك الباكي اللي بيتناول جانب من حياه نجيب الريحاني، ووقتها الناس اتصدمت في المسلسل وفشل بشكل ذريع، وهو ضيف بقى الفنانة عبير الشرقاوي عملت مداخلة على الهواء عشان تتكلم عن المسلسل، ووقتها كانت منتقدة العمل وصناه كمان في بوست على الفيسبوك، لكن لما الغيطي عارف انها هي اللي هتتكلم اعترض وقال ومين دي اصلا عشان تنتقد، دي قالت علينا رمم في بوست ليها على الفيسبوك، دي ابوها اتبرى منها على الهواء، انا ماشي والله ما انا مكمل الحلقة، وساب فعلا الاستوديو على الهواء ومشي بعدها.